تقرير استخباراتي يفضح شراء مريبا في ووهان للبي سي آر قبل أشهر من الوباء. اليونيسيف تقول إن كورونا قد يتسبب بتدهور الصحة العقلية بين الأطفال والشباب، ودراسة تكشف أن أوائل الثلاثينيات هي المرحلة العمرية الغامرة بالسعادة. المزيد معي في العربية الصحة، فأهلا بكم. كشف تقرير استخباراتي أن وباء كورونا كان ينتشر بشدة في ووهان بالصين أوائل صيف 2019 وفق ما نقلت صحيفة التلغراف. كما نقلت المعلومات الجديدة رصد زيادة كبيرة وغير طبيعية في تلك الفترة لمشتريات معدات فحوصات كشف كورونا بي سي آر، وتحديداً في النصف الثاني من 2019. فقد بحث المحللون في عقود شراء بي سي آر في ووهان ووجدوا أن الإنفاق قد تضاعف تقريباً في تلك الفترة. كما تم نقل البيانات والنتائج إلى مسؤولين حكوميين أمريكيين وسط تكهنات متزايدة بأن الفيروس هرب من مختبر في ووهان وتم التستر على وجوده لعدة أشهر. ذكرت اليونيسيف أن فيروس كورونا أدى إلى تدهور الصحة العقلية بين الأطفال والشباب حول العالم، وأشار التقرير إلى أن حوالي 80 مليون مراهق تتراوح أعمارهم بين 10 و 14 عاماً يعانون من مشكلة صحية عقلية تم تشخيصها بالفعل، ويشكل القلق والاكتئاب حوالي 40% من هذه المشاكل. وتدعو اليونيسيف الحكومات إلى الاستثمار في الصحة النفسية للأطفال والمراهقين عبر القطاعات المختلفة بما في ذلك الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية. على الرغم من الفوائد الكبيرة للأسماك، إلا أن العلماء حددوا نوعاً منها باستطاعته دعم الجسم بالإضافة إلى محاربة الالتهابات بشكل فعلي. فقد أفادت دراسة جديدة بأن أسماك السالمون والمكريل والسردين والرنجة والسالمون المرقط تحتوي على أعلى مستويات من أحماض أوميغا 3 الدهنية، وذلك وفقاً لما نقلته المجلة الدولية للعلوم الجزيئية. في حين أكدت أغلب الدراسات أن أحماض أوميغا 3 تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتساعد أيضاً على خفض نسبة الكوليسترول في الدم، والأهم من ذلك أنها تساعد على محاربة الالتهابات. رجحت دراسة حديثة أن الناس يكونون في أسعد حالاتهم خلال المرحلة العمرية من 30 إلى 34 عاماً، وقد توصلت الدراسة إلى تلك النتائج عن طريق طرح أسئلة على أشخاص تجاوزت أعمارهم 50 عن مراحل حياتهم المختلفة. وتقول مؤلفة الدراسة بيغوانا ألفاريز أن أوائل الثلاثينيات مرحلة من الحياة تمتاز بأعلى فرص السعادة في الحياة، ففي أوائل الثلاثينيات يتخذ الكثيرون منا قرارات مهمة في حياتهم بشأن ترتيبات العمل والمعيشة، وقد يقررون الاستقرار، وفيما قد تؤدي تلك القرارات إلى إحساس بالتوتر في حينها، إلى أن المنافع الناجمة عن الإدراك المتأخر لها يمكن أن ينظر إليها كمعالم غامرة بالسعادة في حياتنا.